السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. غدا بإذن الله أول أيام عيد الفطر، فلذلك موضوع اليوم العيدية والتأثير النفسي على الأطفال. متى نشأت العيدية؟ العيدية نشأت منذ أكثر من 500 عام في عصر المماليك في مصر، وكانت مرتبطة في البداية بالموظفين ولم تكن مرتبطة بالأطفال الصغار. فكان الموظف يأخذ العيدية قطع من الدنانير الذهبية أو الفضية على حسب درجته الوظيفية. وابتداءً من عام 1517 وهو بداية الحكم العثماني لمصر اللي استمر أكثر من 200 عام، ارتبطت العيدية بالأطفال. ارتبطت العيدية بالأطفال وأصبح الجميع يقومون بإعطاء الأطفال الأموال لكي يقوموا بشراء الهدايا. الجزئية المهمة، إيه الأثر النفسي للعيدية على الأطفال؟ في دراسات نفسية كثيرة تحدثت في هذه الجزئية وقالت إن إعطاء الأموال يعني العيدية للأطفال ينمي فيهم الثقة بالنفس، القدرة على إن هو يختار، القدرة على الاختيار، فيختار ما يريد من ألعاب على حسب المال اللي عنده أو على حسب العيدية اللي عنده. فمهم جدا العيدية احنا نترك أولادنا ونترك لهم الحرية ان هم يختاروا الألعاب التي يريدون شرائها، تمام؟ ولكن في نفس الوقت بطريق مباشر نجلس معهم ونتحاور ونقول لهم ما هي وجهة نظرك وما هي الألعاب التي تريدها، فالولد سيقوم بإعطائنا معلومات وسيحكي معك، وعندما يحكي الولد ويتحدث ويقول لك رغباته في الألعاب، أنت بهذا ستلم بما يفكر فيه الطفل، وبعد ذلك ممكن أن أنت تتحاور معه أيضا وتحاول تقنعه بأن هذه اللعبة مهمة وهذه اللعبة غير مهمة، وتقيم معه جزئية أخرى في الحوار وهي تنتقل به من الحرص على المال وأن لا بد أن تدخر المال، ولكن في الأول اعطيه الحرية أن هو يشتري الألعاب. وهو لما يشتري الألعاب ويجد أن فلوسه قد انتهت سيدرك أهمية المال. ولكن ليس من أول مرة تقول له لا تكن مبذرا، هذه الأموال لا تضيعها، هذه الأموال قم بادخارها. لا، اعطيه الفرصة، اعطيه المجال، لا تضيق الخناق عليه. وعيد سعيد علينا وعلى الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.